وللحديث عن الرفض الشعبي لاغتيال الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء والمطالبات بالكشف عن المسؤولين عن اغتياله، معنا من واسط الناشط السياسي علي العزاوي. أهلا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك سيد علي، ما الذي يعنيه اغتيال الناشط إيهاب الوزني بالنسبة للنشطاء والمتظاهرين في العراق في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية المجد والخلود الشهيد إيهاب ولكل شهداء ثورة تشرين والخزي والعار لكل الميليشيات القذرة الواقحة. أما بالنسبة لاستشهاد الشهيد إيهاب، كانت ضربة قاسية على تشرين. إيهاب من الشخصيات الوطنية، إيهاب من الشخصيات الفاعلة في تشرين، ولكن طفافيش الظلام وهي غير جديدة عليهم. يعني مسلسل الكواتم والاغتيالات هو مستمر بحق أبطال تشرين، من فاهم الطائف إلى إيهاب إلى غيره إلى المغيبين سجاد. هاي أساليبهم القذرة، اعتقادهم أنه هاي الأساليب راح تنين من عزيمة الثوار، راح توقف مشروع الإصلاح اللي أطلقه تشرين. أنا أكد لك أن المشروع مستمر، وإحنا بطريق درب الشهادة. اليوم إيهاب باكرة أنا غيري، إحنا كنا طريق الشهادة، لا تراجع عن هذا الطريق، حتى إذا بدال الشهيد نطلع 1000 شهيد إلى آخر قطرة دم لإزاحة هذه الميليشيات وهذه خفافيش الظلام المدعومة للأسف. هذه الميليشيات من بعض الجهات الخارجية والأخص من الجارة إيران اللي دورها سلبي صراحة بالعراق من خلال دعم هاي الميليشيات. هاي الميليشيات اللي أخذت طابع أقوى من طابع الحكومة، الميليشيات اللي حاليا هي اللي سطواها أعلى، مقتها أعلى بالبلاد. إن شاء الله نوعدكم ونوعد كل جماهيرنا وكل الشعب العراقي انه تشرين باقيه ومستمره رغم استهدافها المتكرر. نعم، يعني استمرار اغتيال النشطاء في البلاد بهذا الشكل الى اي مدى يدلل على فشل الحكومه بكبح جماح هذه الميليشيات التي ذكرتها وخاصه المواليه لايران؟ اخي العزيز، يعني هذا السؤال اجابته سابقه، معروفه الاجابه مالته. احنا مش شفنا الميليشيات استعراضاتها المتكرره ببغداد، تهديدات المستمرة للحكومة، عرفنا أن الحكومة عاجزة. احنا شفنا قبل يومين أنه أحد الميليشيات ربع الله يتهدد الحكومة وتطموه للحكومة. يعني أنا ما أعرف شنو وبيا بلد، احنا وين عايشين بغابة؟ يعني في كل دول الحكومة هي تطموها للفصائل المسلحة للميليشيات. احنا بالعراق عكسه، الفصائل المسلحة هي اللي تبادر وهي اللي تهدد الحكومة، وهاي مو جديدة. قبل فترة شفنا أحد فصائل بغداد هدد رئيس الوزراء بقطع أذانه، داتوا على صورة رئيس الوزراء، استعراضات متكررة بشارع بغداد، ماكو أي رجع. بالتالي إشارة واضحة أنه عجز الحكومة عن إيقاف هاي الميليشيات، خاصة أنه هاي الميليشيات يعني اليوم بدأت يعني تشكل حالة خطرة على الشارع. تصرفاتها أفعالها بدأت واضحة أمام منظار القوات الأمنية، والقوات الأمنية غير قادرة على إيقافهم. الإشارة واضحة، يعني عجز الحكومة واضح. طيب هناك سيد علي، هناك مطالبات للتحقيق في اغتيال الناشط إيهاب، هل فعلا يعول على مثل هذه التحقيقات؟ بالحقيقة أستاذ كناشطين وكتشرين لا نعول كثيرا على اللجان التحقيقية، لأن ما عندنا لجنة تحقيقية أيضا بالعراق نزيهة وطلعت قتلة المتظاهرين، الكواتم، سجاد العراقي، على جائزة مئات حالات. اللجان التحقيقية فشلت بالوصول إلى القتلة. بالتالي يعني احنا كنا متوقعين هذا السيناريو من السيناريو الحكومي، انه تطلق لجنة وتطلق فرصة نتيجة هي تسويف حال اللجان السابقة. شخصيا ما اعتقد اي حال او اي نتائج من اي لجنة سبقت حكومة. لكن اليوم ثوار تشرين ان شاء الله هي الحق بيدها وتطمح له، وان شاء الله هذا اليوم المستمر لا تراجع الى ما يكشف عن قتل الناشط إيهاب. بصراحه كل المحافظات يوجد نفير عام لدى الثوار، يوجد تصعيد من التمر. اتكلم لك عن واسط، عن كربلاء، عن نجف، عن ديقار. منذ ليله امس، منذ خبر الوفاه بدا التصعيد مستمر، ولا راح نتراجع لغايه ما يكشف عن قتل المتظاهر إيهاب. سيد علي، ما هي رسالتكم للمعولين على إجهاض الحراك الشعبي من خلال مثل هذه الاغتيالات وهذا الترهيب؟ والله أنا أقول لهم أنتم واهمين، تجارب كثيرة،
راهنت على القتل المتظاهرين انه يرجع وقف الحركه الاحتجاجيه وموقفه، راهنت على الاختطاف وايضا فشلته، راهنت على الاغتيالات وايضا فشلته. تشرين مستمره، الحركه الاحتجاجيه بالعراق مستمره، بالعكس جاي تطور اساليبها وطرق احتجاجها. احنا شفنا اليوم الحركه الاحتجاجيه بالعراق قاعد تتخذ اشكال متنوعه، تصعيدات متنوعه. لذلك يعني انا اعتبرهم واهمين من يفكر انه تشرين او الحركه الاحتجاجيه بصوره عامه راح تتاثر مثل هكذا ابعاد، بالعكس راح يزيدها العزم واصرار على مواصله المشوار. نعم، إذا كنت معنا من واسط الناشط السياسي علي الغزاوي، شكرا جزيلا لك.